فريق المغرب التطواني اي بلاصه كيمشي لها الا انه يقدم مستويات ممتازه. اليوم رغم لعبنا مع فريق اللي شحال هادي ما انتصر، عرفنا المقابله غتكون صعيبه، دخلنا الشوط على الاسن باش نسجلوا، فعلا سجلنا جوج ديال الاهداف ظرف وجيز، كانت بوكو دو كونفيونس عند اللعابه ديال المغرب التطواني. حاولنا نميتريزو لو جو فهاديك ربع ساعه الاولى حتى ال 20 مينوت، من بعد درنا بعض الاخطاء اللي الفريق الضيف رجع في فريق الشباب محمدي رجع في السكور، سجل الهدف الاول، درنا بعض الاخطاء اللي خلاتنا على انهم يرجعوا في في في, في النتيجه. تنظر على ان الشوط الاول كيف كنا على ان نسجلوا الهدف الثالث والهدف الرابع، لكن مود دو كونسونطراسيون سورتو في سيرفاس دو ريباراسيون هي خلانا ما نسجلوش. صحيح لان فريق الشباب المحمدي خصوصا الشوط الاول يعني ما كانش بهذاك التوهج ديالو، لانه حاولنا ما نسدو جميع المنافذ الفريق الخصم. لعبنا بلي كاليتي اللي عندنا بلي بروفيل اللي عندنا الحمد لله، واللاعبين قدموا مقابله اللي كانت في المستوى. سي فري لان كاين الاخطاء، ومن الاخطاء كيجي من الاهداف. الشوط الثاني تسجل عندنا هدف مع بدايه الشوط الثاني اللي ارتكبوا اللاعبين شويه. حاولنا ما امكن على اننا نهزوا الريتم. جات كره اخرى مونك دو كونسونطراسيون سيرتو في الميليو تيران اللي عطات الهدف الثالث. تنظن داروا عاوتاني اللاعبين مجهود، سجلنا الهدف الثالث. كنظن ستا ماتش اللي كانت فيه الفايفيان، درنا اغلاط، صحيح درنا اغلاط، انا الحمد لله كنتحمل المسؤوليه ديال الاغلاط اللي داروا. انا واللاعبين الحمد لله هذه سنه ونصف انا معاهم، كنعرف المستوى ديالهم. اليوم قدموا داك الشيء اللي عندهم. ستا ماتش اللي بالنسبه لي انا خسرنا، ولكن ربحنا بزاف ديال الحويجات. صحيح كاين بعض الامور اللي خصنا نصحوها من هنا لقدام. هنيئا الفريق الشباب المحمديه لانه عنده لاعبين في المستوى، عنده ستاف اللي في المستوى، انتصروا اليوم هنيئا له، لكن نتمنوا على اننا نعوضوا هذه النتيجه هذه، لانه ما كناش كنستاهلوا على ان نهزموا، كان على الاقل نقطه، لكن الحمد لله هذه نتيجه اللي كنعتبرنا شويه مجحفه، خصوصا في حق اللاعبين اللي قدموا مستوى كبير، وكذلك الجماهير التطوانيه اللي كنعتذروا لها وكنتاسفوا لها على هذه النتيجه هذه اللي تنظر على انه شحال هذه فريق المغرب التطواني من هازم سي الهزيمه الاولى ديالو من الموسم الماضي. كنظن على انه ستان شالونج بالنسبه لنا. الحمد لله كنظن النتيجه ما كناش نستحقوها، ولكن كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، القتاليه، وكنتمنى اننا نعوضوا هذه النتيجه السلبيه، نعوضوها ان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله بحول الله. خويا الملف عند الاداره، هذا الميل ما كنحاولش انا نحاول اونطامي في لي ريزو سوسيو، لانه الناس عندها الملف، الناس كتشتغل، الناس عندها بعض الامور اللي كتقاد فيها. سي فري حنا تقريبا سبع ديال الدورات حنا كنلعبوا من غير لاعبين ديال سميتو. بالنسبه للاعبين اللي كيلعبوا حاليا سي ديفيسيل عليهم، لانه كنبغيو نديرو مثلا دي شونج، كنبغيو نبدلو مثلا لو ريتم دو ماتش، كنبغيو نهبطو لو ريتم، يعني خصوصا اللي عندنا اللاعبين اللي كاينين دابا ما تاهلوش غادي يعطونا الاضافه. كنتمنى على ان الامور تحسم يعني في قادم الايام، لانه حنا محتاجين اللاعبين، محتاجين الجروب كله، ما نبخصوش العمل اللي كيديروا هاد اللاعبين اللي كاينين دابا، عمل جبار. كيتمرنوا، كيديروا لي ديبلاسمون، كيجيو للملعب كيقدموا داكشي اللي عندهم. كنظن بالنسبه ليا انا التاهيل ديال اللاعبين دابا لا مفر منه، لانه كاينين لي كارطون اللي خدينا بزاف ديال لي كارطون، كاين بعض الاصابات اللي كاين بعض اللاعبين اللي كيشكيو شويه من الاصابات، ما عندكش دي جوار اخرين اللي نقدروا نلعبوا في الاماكن، خصوصا كاين بعض لي بوست اللي ما عندناش دي شونج دي جوار اللي يعوضوهم. كنتمنى على ان الامور تمشي في داكشي اللي راسم المكتوب المسير، وكذلك الاداره التقنيه، وكنتمنى على ان هذا التاهيل ديال اللاعبين يتحسن في اقرب وقت ان شاء الله. سي عبد الرحيم، كتشوف يعني الهدفين في وقت مبكر ديال المغرب التطواني هي اللي خلات ان اللاعبين ما يتراجعوش لورا ويمشيو يقلبوا على اهداف اخرى خلاتهم انهم يستقبلوا مرة ثانية؟ لا، حنا الموديل دو جو ديالنا من الموسم الماضي، ما تنظنش على ان حنا غادي نجيو مثلا نركنوا الدفاع، يعني الا شفنا المقابله ديال النهضه البركانيه تسجلوا جوج ديال الاهداف وسجلنا جوج ديال الاهداف، اليوم سجلنا ديال ثلاثه. سي فري ان ملي كتخرج كدير لو جو ديالك سميتو، يعني ممكن على انك تونكيسي اونكيسينا اغلاط، كنظن اغلاط اللي كنا نتجنبوها صراحه، لكن
كره هي ديما الاغلاط كيجيو الاهداف كان ممكن على اننا نتفاداوها، لكن الكره هي هذه، الكره فيها اغلاط، كنتمنى على الاغلاط ما يبقاوش يتعاودوا باش من باش ما نقعوش في اشياء اخرى ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.